رجعنا لكم، شفنا شيء ممتع ومشوق ومصر جميلة. خليك فاكر مصر جميلة. بالتأكيد مصر جميلة يا فارس، وبالتأكيد قناة النادي الأهلي دايما بتدعم كل شيء جميل في مصر. رجعنا لكم تاني وحلقة الأهلي خط أحمر. نسيب بقى الموبايلات عندنا يا فارس. لازم الأول نوجه الشكر لكل مشاهدي برنامج الأهلي خط أحمر على نسبة المشاهدة اللي عملناها. قلت لك كلمة السر المرة اللي فاتت، 3 مليون مشاهدة للأهلي خط أحمر على منصات، أكتر من 3 مليون مشاهدة على منصات النادي الأهلي الرسمية. شيء بجد نعجز عن شكركم عليه. يمكن ثلاثية النادي الأهلي اللي حققها فوز المقصة بالثلاثة وأكتر من 3 مليون مشاهدة، يبدو أن رقم 3 ليه سر معانا.